جمعية الرياضية التازية لكرة القدم وكذلك جمعية قدماء مولدية وجدة. نرحب كذلك بجميع الغيورين على الرياضة لهذه المدينة العزيزة علينا. نرحب برئيس الجمعية الرياضية التازية وكذلك بالأخ حكيم الرحالي والأخ خالد صنعاجي والأخ تفضل الاستاذ الداتي واللاعب السابق نتاع الجمعيه الرياضيه التازيه. تفضل. السلام عليكم جميع قدماء اللاعبين التازيه، كترحب بالجميع والحمد لله الحفل راه من الاول باين مزيان والحمد لله كلشي داز بخير. وحنا هذا لقاء بين القدماء الكبار نتاع السبعينات، كاين شي لعبه الستينات اللي ما كيعرفوهمش الناس ديال المدينه، يعني حاولنا نجمعوهم وفعلا جاو وتجمعنا والحمد لله العرس الرياضي غادي مزيان الحمد لله، كيفرح هادشي والله. هذا هو الهدف، انا بغينا المدينه يعرفوا الجمعيه الله يستر عزيزه، هذا هو اللي بغينا. وهذه المناسبه بمناسبه عيد العرس المجيد. مناسبه نتاع عيد العرس الغاليه على كل مواطن. هادشي بدا تقريبا من الاول متساويه صغيره، ولكن بالتالي المولوديه كانوا شويه يبريسيزيو شويه في لي بالون كيفوتوها مليح، واش هو العياء مع الحراره هي اللي تاثر بزاف على هذا. جاتكم الاجواء في مدينه تازا؟ لا لا الحمد لله الاجواء زينه والترحاب زين وكل شيء. شكرا لك بزاف. شكرا لك. هي ديال ويسلان نيوز في شخصيه الاخ رضوان. هذه المقابلة تندرج مقابلة حبية استعراضية تحديدا لذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى 25 رب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه المقابلة وهي لقاء تواصلي، لقاء جرس العادة ما بين جمعية قدماء لاعبي الجمعية الرياضية التازية وكذلك جمعية قدماء المولودية الجمعية. الشكر موصول للسلطات المحلية المتمثلة في رجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكذلك نشكر وسائل الإعلام التي لا تبخل في المساعدة وفي الدعم. الله مشروط تحية رياضية مرة أخرى. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد الرزوق لاعب مولودية سنوات 84 حتى 97. نهار كبير هذا جمعية تازية عرضت الجمعية ديالنا تاع قدماء مولودية وجدية. حنا دائما لهذ المبادرات دائما كنا سباقين ودائما مثبتين بها لأهداف جدة، ما هي تقوية العلاقات ما بين ليزونسيان اللي عندنا معاهم هذه 30 40 سنة. واليوم حنا كنتلاقاو في مقابلات حبية تاع النشاط نتاع لو بليزير. الشكر جزيل للجمعية بالمكتب ديالها وبهذه المناسبة نتاع تتبع صاحب الجلالة العشرة المتابعين عامين. حنا جد فخورين وشكرا جزيلا للجمعية التازية على هذه المبادرة الطيبة. شكرا لك بزاف. تشرفنا اليوم انا وصديقة ديالي من الاقسام التحضيرية بتازة شعبة الام بي اس اي اننا نحضروا المباراة اليوم المباراة الودية اللي كانت بين مولودية وجدة والرجاء التازي. كانت الاجواء صراحة زوينة، استمتعنا بالمباراة، كان خرجت المباراة بتعادل الشيء اللي كان متوقع. كان شريف القدماء ديال اللعابة مع كامل الاحترام لنا لهم، وكان يوم زوين صراحة. شكرا لك بزاف.